أعزائي المشاهدين، مشاهدي ومتابعي جريدة أهل مصر في كل مكان، معكم أحمد القاسم من محافظة قنا. طبعا يعني شهدت محافظة قنا اليوم حادث بشع، يعني بتصادم سيارة ربع نقل وتروسيكل ودراجة نارية. أسفر هذا الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين. طبعا يعني بداية الواقعة، حيث لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 آخرون اليوم الأربعاء إثر وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل وتروسيكل ودراجة نارية في قرية البطحة التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفى. كانت طبعا البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك مدير أمن قنا إخبارا من غرفة العمليات بورود بلاغ يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل وتروسيكل ودراجة نارية في قرية البطحة بمركز نجع حمادي. على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين جاءت أسماءهم على النحو التالي. طبعا أسماء الضحايا: أحمد عطاي محمد 35 عاما، ومحمد نصر عطاي 7 أعوام، وحسين منتصر عطاي 13 عاما. فيما أسفر الحادث طبعا عن 8 مصابين، هم محمد عطاي محمد 54 عاما اشتباه ما بعد الارتجاج، نجوى عبد العليم عبد العظيم 43 عاما بكدمات بالجسم، حسناء منتصر عطاي 9 أعوام كسر في الساق اليمنى، حمزة منتصر عطاي 3 أعوام اشتباه ما بعد الارتجاج، مريم عبد العظيم حماد 75 عاما كسر بالفخذ الأيمن، فاطمة عبد المبدي يوسف 27 عاما كدمات بالجسم، مريم محمد عطاي 3 أعوام كدمات بالجسم، رغدة أحمد عطاي 6 شهور كدمات بالجسم. طبعا جرى نقل الجثث الثلاثة والمصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام ببهجورة، وحرر محضر بالواقعة، وأخضرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة لكشف ملابساتها. أعزائي المشاهدين، مشاهدي ومتابعي جريدة أهل مصر في كل مكان، ما زلنا معكم طبعا يعني نستعرض على حضراتكم تفاصيل الحادث البشع الذي شهدته محافظة قنا اليوم الأربعاء. وأسفر هذا الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين. طبعا يعني تفاصيل الحادث، لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 آخرون اليوم الأربعاء إثر وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل وتروسيكل ودراجة نارية في قرية البطحة التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفى. طبعا بداية الحادث عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مدير أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات بورود بلاغ يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل وتروسيكل ودراجة نارية في قرية البطحة بمركز نجع حمادي. على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين. طبعا يعني من بينهم رضع وسيدات، يعني أسماء الضحايا، 3 ضحايا. طبعا أسفر الحادث عن 3 ضحايا ويعني 8 مصابين، يعني ما بين سيدات وأطفال رضع طبعا، وما بين كبار السن، تنوعت يعني أعمارهم، أعمار الضحايا والمصابين.
ثلاث ضحايا وثمان مصابين، أسفر عنهم حادث التصادم الذي وقع ما بين سيارة ربع نقل وتروسيكل ودراجة نارية في قرية البطحة بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا. طبعا يعني جرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام ببهجورة، وحرر محضر بالواقعة، واخترت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة. أعزائي المشاهدين، مشاهدي ومتابعي جريدة أهل مصر في كل مكان، يعني ما زلنا معكم نستعرض لحضراتكم تفاصيل الحادث البشع والتفاصيل المأساوية للحادث المأساوي البشع الذي شهدته محافظة قنا اليوم، والذي أسفر عن مسرح ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين تم نقلهم إلى المستشفى. طبعا الحادث طبعا وقع ما بين سيارة ربع نقل وتروسيكل ودراجة نارية في قرية البطحة التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، وأسفر الحادث عن مسرح ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين. جرى طبعا نقل الجثث الثلاثة والمصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام ببهجورة، وحرر محضر بالواقعة، واخترت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات. أعزائي المشاهدين، دي كانت تفاصيل الحادث البشع الذي أسفر عنه ثلاث ضحايا وثمان مصابين في قرية البطحة بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا. أعزائي المشاهدين، مشاهدي ومتابعي جريدة أهل مصر في كل مكان، يعني نقلنا لحضراتكم تفاصيل مأساوية عن الحادث البشع الذي وقع اليوم بقرية البطحة في مركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، وأسفر عن ثلاث ضحايا وثمان مصابين تم نقلهم إلى المستشفى. شكرا أعزائي المشاهدين على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.